السلام عليكم، معكم مريم الحجيوج اغا، خبيرة داء السكري بانجلترا. اليوم غادي نشرح لكم الكربوهيدرات وشنو كنعنيو بها. هو المصدر الرئيسي للطاقة. الكربوهيدرات فيه ثلاثة ديال الانواع. النشويات هي كربوهيدرات معقدة. علاش مسمية المعقدة؟ لان لي زاتوم ديالها كتمتص بواحد الطريقة بطيئة في الجسم. الكربوهيدرات المعقدة هي الخضرة والنشوية، يعني بحال الجلبانة الخضراء والذرة والبطاطس العادية والحلوة. كاينة بقطاني بصفة عامة، يعني الفول والعدس واللوبيا واي حبوب نشوية من القمح والشعير والارز والشوفان، حتى هي داخلة في هاد الكربوهيدرات معقدة. بالنسبة للكربوهيدرات البسيطة، مناش كتكون فيها جوج ديال الانواع. هي السكريات الطبيعية كتوجد في الفاكهة طازجة. بالنسبة للنوع الثاني وهي السكريات المضافة، هي الموجودة في العصائر والمشروبات الغازية وغيرها. المشكلة ديالها انها تمتص بسرعة كبيرة، تساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم بواحد الطريقة سريعة جدا، وكذلك تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. بالنسبة لمكون آخر اللي يحتوي عليه الكربوهيدرات وهي الألياف الغذائية، هذه كتواجد في هذه الكربوهيدرات المعقدة. فالألياف شنو هي؟ هي الجزء اللي غير قابل للهضم في الأغذية النباتية. طبيعة الحال الألياف الغذائية كتساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما قلت لأنها بطيئة الامتصاص، ولهذا كتخدم مزيان باراليل مع الأدوية، وكذلك تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول وتساعد على خفض ارتفاع ضغط الدم، مما يساهم على الحفاظ على صحة القلب. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.